أكد أحمد عبد الهادي المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق أن شركات الكهرباء والمياه خاطبوا شركة مترو الأنفاق بسرعة دفع الفواتير المتأخرة والتي تقدر ب 260 مليون جنيه. فواتير كهرباء متأخرة ومبلغ 40 مليون جنيه، فواتير مياه متأخرة بإجمالي 300 مليون جنيه. وتحذر الشركتان بفصل الكهرباء وقطع المياه بالمحافظات في حالة عدم سداد هذه المستحقات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد شركة المترو. وقال عبد الهادي أن مرفق مترو أنفاق بيواجه أزمة جديدة بتتمثل في نقص الموارد المالية اللازمة لاحتياجاتها الشهرية بسبب مواصلة الخسائر نتيجة الفرق بين قيمة التذكرة وتكلفتها الفعلية، مشيرة إلى أن الديون تراكمت على شركة المترو، موضحا أن شركات الكهرباء والمياه تهدد بقطع المرافق بسبب عدم حصولها على مستحقاتهم منذ 18 شهر.